اليوم بنقرأ أبيات أبو هاشم الجعفري. ما إن دخل على الإمام نادى مادت الأرض بي وأعيت فؤادي واعترتني موارد العرواء. يلا بهلونا. منذ قيل الإمام نضو عليل قلت نفسي فدته كل يال فدائي. انكب على الإمام ظل يبكي ويصرخ ويلطم على رأسه إلى أن خرج من الدار. أقبلت عند ذلك السيدة حكيمة، زرت الإمام في سامراء بالقرب من قبر الإمام الهادي، قبر الإمام العسكري وقبر السيدة نرجس، بعد هناك قبر وهو قبر السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد أخت الإمام الهادي عليه السلام. وهذه تسمع اسمها يتردد في ليلة النصف من شعبان في ولادة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. هذه كانت حاضرة وكانت موجودة مع ابن أخيها الإمام الحسن العسكري، إليها مواقف عظيمة ولها ما لها من الشأن الكبير عند الله تبارك وتعالى. يوم شافت الإمام بهالحالة سمعت عنه مسموم، هذا أخوها عاشت وياه وتربت وياه ودفنت إلى جواره، دخلت وقلبها يرفرف كجناح طائر وهي تصفق بكف على أخرى وتنادي وأخاه رحمك الله يا ملا عطية بين لنا حالة بنت الإمام الجواد. قال بنت الجواد أصبحت مفجوعة وحزينة تنظر الهادي لوج فاجعها بونين. قل له يا هادي يا شبه جدك الهادي لا تجذب الونة ترى ذايب فا فتح عيونك نغصت شربي وزادي وسهرت عيني والعدو قرت عيون وويلا بديار غربة يا الولي اتقضت أيامك وتموت ما واحد حضر لك من أعمام. جاير علينا يا دهر دايم علامك من دون كل الخلق جرمة ما جنين. يا علي يا علي سمل بقلبك يا عزيزي فتي قلبي بعدك يا والينا عسى ما اشوف درب ما ينقضي نوحي على مصابك ونحبي تقضي بغربة وموحشة تبقى المدينة. عظم الله أجورنا وأجوركم أحسن الله لنا ولكم العزاء أهل العزاء. بينما الإمام كذلك وإذا به قد عرق جبينه سكن أنينه أسبل يده مد رجله أغمض عينه حتى قرأ سورا من القرآن الكريم إلى أن ختمها وأطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى وسيدا. يلا جر البيت وياي
غمض عيونه وما بديار غريب الحسن هاجيت حسرته وعالي نحيب سجاه بالحجرة وطلع مشقوق تجري دموعه ويصفق شماله بيمين وويلاه ايش سوى الامام قال بيده الطاهر غسله والقلب صادي بالجفن لفه وبالنعش خله والهاد ضجت عياله بالبكا ونادى المنا يا الغروب قوموا شيعوا جنازة ولينا شيعوا غريب ما عنده أحد بأبي وأمي شيعوا الهادي يا الغرب ما عنده أحباب بعد عن الشيعة وعن أهل بلدة أجناب شبل الحسن تجري دموعه والقلب ذاب ينادي مصابه كرر الوحشة علينا وإماما بعد هالأبيات وأبغاك تلطم وياي يا حبيبي يستاهل الإمام وترحم على ملا عبد الرسول السهلاوي وش حالته أولاده وش حالته أولاده عاشر اليمة تقطع فاده وش حالة أولاده وش حالة أولاده تقطع فاده علي والهادي يمسجى وكثر الاسقام نحل عظام بالسم قلبه حجة العلام يلهب ضرامة وهلي فجعنا وشتت الأيتام حصل مرامة وسهم الأعادي صواب الهادي سهم الأعادي علي وبالسم كبدة غدت وقادة وش حالة أولادة وش حالة أولادة وش حالة أولادة عاشر اليمة تقطع كل ما على كبدة سطت لسموم طوح ونين يا علي صاحي الحسن لا توني يا مسموم خفف علينا سالم عسى يا ابن البتولة تقوم والدوم لنا وذاك المسجى يسمع الضجة ذاك المسجى علي ويسجب دموع العين برادة وش حالة أولادة وش حالة عاشر اليمة تقطع يا علي ويمسح على قلبه وعين الدور ويصيح كبدي
طاحت علي والقلب مفطور، قوموا يا ولدي وجيبوا الكفن والسدر والكافور واللي يشق لحدي. هاليوم هاليوم بموت ملزوم، هاليوم هاليوم علي عالقبل ابوكم عدلهم هذا وش حالة اولاده. أين المنادي وإمامه؟ بعد خذ مني هذا البيت وأسألك الدعاء. طلعت جارية لما خرجوا بجنازة الإمام الهادي، خرجت جارية من الدار وهي تلطم على صدرها وتنادي: ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين؟ لأن هذا اليوم الذي مات فيه الإمام الهادي، وهذا اليوم اللي مات فيه النبي، وهذا اليوم الذي قتل فيه الحسين. جاء الإمام الحسن العسكري وصلى على أبيه. الروايات تقول ذاك اليوم صلوا صلاتين على جنازة الإمام الهادي. الإمام الحسن العسكري صلى عليه، وبعد ذلك جاء الواثق العباسي وصلى عليه أمام الناس ودفن الإمام. لكن أسألكم يا حبيبي، كم واحد صلى على الحسين؟ من الذي صلى عليه؟ تبغى الجواب؟ صلت على جسم الحسين، في صلاة، في صلاة على جسمه. صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضباء محرابا: روحي فدا لك يا الذي هيل الغسل ما نال ولا الجسد منا انحمل من فوق ولا الجنازة هللت من خلف هرجال، ما حد حفر قبرها ورى جثته فيه.